نقل الوفد الرسمي اللبناني تعازي الدولة اللبنانية إلى أهالي الضحايا، حيث قام بزيارتهم في منازلهم عارضا ما توصلت له التحقيقات. أنا أجلت تركت كل شيء بلبنان، جاي لحتى أطلع موقع الطيارة. ومساء عقد الوفد لقاء مع أبناء الجالية في بوركينا وعدد من أهالي الضحايا، مؤكدا أن الملف اللبناني أصبح جاهزا للتحقيق. قول أنه نحن موجودين اليوم هون فعلا لحتى نتضامن مع الجالية ونوقف حد الأهالي من ناحيتين. أول شغلة نبرد قلوبهم بالنسبة لموضوع الأجساد، ولن نتوانى عن هذه النتيجة قيد أنملة، رح نتابعها. رح يكون عندنا بهاليومين القادمين اجتماعات مع المسؤولين عن الأزمة بفرنسا، رح نبحث معهم التواريخ المدة لأنه الفحوصات بدها تاخد وقت. أكيد نحن كأشياء معلومات تحقيق أو سرية أو كذا، أكيد بهذه نحن ما عندنا نطلع يعني نطلعكم عليها، لا يدخل استحيل مش ما يصير تشويش على التحقيق. حتى كمان جيين نحن بصراحة بقوة عم نحكي إنه نحن بدنا تحقيق، بدنا نشارك بالتحقيق القضائي والطبي والتقني، وعندنا خبرات نحن بهالأمور. واختتم الوفد زيارته بوضع إكليل من الزهور على الضريح الرمزي لضحايا الطائرة في مطار واغا. هدى جباعي قصير، LBCI، بوركينا فاسو.